السلام عليكم، الاسم ديالي سميرة. احنا تعاونية تربية اشبارو، تعاونية نسوية، كنديرو نسج الزرابي. نصوبو الزربية عندها بزاف ديال المراحل. حنا الصوف ديال المنطقة، ان البهايم هكا ديال المنطقه يحيدوا لهم ديك الصوفه مره في العام. تنديو حنا ديك الصوفه تنغسلوها وتنجيبوها للتعاونيه هنايا، تنقيو ديك الصوفه مزيان. كاين المرحله الاولى كدوز من داك الخلخال، عاد القرشال، عاد المغزل، عاد نصبغوها، عاد نخدمو بها الزربيه. يعني عندها بزاف ديال المراحل، الزربيه ماشي سهله. المراحل ديال الصباغه حنا كنصبغوا بالاعشاب. كاينين شي نباتات عندنا في المنطقه، وكاينين شي اعشاب اخرين تناخذوهم من المدينه، كنتقدوهم من المدينه. وكاع دوك العشوبه فاش تنبغيو نصبغوا تندقوهم من المراز، يعني في التعاونيه، حيت حنا ما كنخدموش شي ماكينه، كلشي تنخدموه بيدينا، بينا داكشي يبقى طبيعي. وكنقديو الكانون، ما كنديروش الغوطه، ما كنخدموش يعني شي حاجه عصريه، درنا داكشي كله تقليدي. كنطيبو الماء، كنرميو فيه ديك الحنه، كتغلى مزيان. وفر لينا برنامج تمكين المرأة، والحمد لله استفدنا منه بزاف، والنتيجة راه الحمد لله كتبان شهر مورا شهر على النساء اللي استفدوا من داك البرنامج. الحمد لله تعلموا العيالات انهم يكتبوا، تستفدوا من التمكين الذاتي، تستفدوا من بزاف ديال الحوايج، كيفاش انهم يستعملوا التليفون، كيفاش انهم دروكا ولينا كنتسوقوا حتى حنا في الانترنت، دايرين وراونا كيفاش نستخدموا الانستغرام، درنا صفحه في الفيسبوك. الحمد لله دابا يعني شويه بشويه ولينا تطورنا شويه، بعدا ماشي كيف كنا. الحمد لله، والتمكين الذاتي ان ديك 4 ايام شي حاجه، يعني احسن حاجه وقعت لنا في التعاونيه، انه هو داك التمكين الذاتي. التمكين الذاتي انا شخصيا ولا على النساء اثر فينا بزاف، غيرنا العقليه ديالنا، كيفاش كنا وكيفاش ولينا، يعني شي حاجه زوينه بزاف في حياتنا. انا شخصيا لقيت ذاك الاحساس، يعني احساس زوين، انني كيف كنت انا ما كنتش كنهضر، ما كنتش كنقدر نخرج، ولكن الحمد لله دابا مع ذاك التمكين الذاتي عرفت كيفاش نضبط وقتي، وكيفاش انني نستغل الفرصه اللي عطاني سيدي ربي. في الاول ما كانش عندنا مدخول. في الاول كنا ديك 5، الا كاع كثرنا كنخرجوا ديك 5 زرابي في الشهر، الا كاع كثرنا، وما كانش زعما شي مدخول. ولكن الحمد لله دابا فاش دخلنا مع برنامج فلاح الفلاح، ولات التعاونيه تقدمات مزيان، وتنبيعوا في الانترنت، دخلنا ناس جداد، وعرفنا على بزاف ديال الناس، وتعرفنا على ناس، وحضرنا داك المؤتمر اللي في الرباط. ما كنتش كنحلم انني غنمشي للرباط، اول مره مشيت للرباط، وكانت شي حاجه زوينه في حياتي. وهضرت على النساء، وهضرت على التجربه ديال التعاونيه، وكنتمنوا خير ان شاء الله، وبينا نزيدوا ناس ديال العيالات ديال الدوار، وبينا كل شيء يخدم، وبينا يخدموا البنات والعيالات، كل شيء يستفاد باش نخرجوا واحد العدد ديال الزرابي، حين تيكون طلب على الزرابي، وغيدخلوا ناس جداد، كل شيء بغى يخدم ان شاء الله، وغتروج المنطقة. الرسالة نويت مغارين ان الثقة نضيع في نسنت، هذيك الثقة نضيع في نسنت، استغلنت الوقت نسنت، يعني الوقت ذهب، الوقت الذهب هيك خصك تستغلها، يقدر تستغلها تنجح على الحياة نسنت.